يعطيك العافية. الله يعافيك. تحكي لنا عن جبهة الشيخ سعيد. والله جبهة الشيخ سعيد شبه نايمة، كون لا في اقتحامات ولا في تقدم بالنسبة لنا، أكثر ما هنالك مرابطين على الجبهة لما يجوا لعنا يعني السلة اللي ياخذوا منطقة الشيخ سعيد، بس لا أقل ولا أكثر. هن عندهم خط الإمداد فاتحين وماشي حالهم عم يشتغلوا قايلين يلا، بس نحن بس مثل ما عم بقول لك إنه يعني بس لما يتقدموا علينا نحن مرابطين. جسر الشيخ سعيد قد ببعد عنا؟ نحن على جسر الشيخ سعيد. نحن على جسر الشيخ سعيد. هن بعد الجسر باتجاه عين العصافير باتجاه الإسكان. هلا صار في عملية تقدم لألون وفتح الطريق الإمداد؟ طبعا من عند الإسكان نتيجة الكتائب اللي كانت هنيك اللي تخازلت. نحن ما بنقول بعد جبهة لا، بس تخازل أو يعني الضعف ما بس خوف انسحبوا من هني. بالنسبة للجبهة قديش لكم المرابطة؟ ما صار عملية اقتحام؟ أخوي آخر اقتحام اقتحمناه عليه هون بعد ما أخذوا الإسكان ووصلنا لحدود الإسكان، وبيحاولوا هن يسللوا لعنا كل يوم والتاني، يا من ساد كوب يا من الإسكان يا من الإسمنت، والحمد لله من فضل الله منصدنوا من رجعنا ومن كبدهم خسائر كمان. الله يعطيك الفافي. ميت السلامة. أهلا وسهلا فيكم.